رح نروح إلى غرفة التحكم المروري ومنقله صباح الخير للمعاون لقمان نصر الدين. يعطيك صباح ألف النور، عافية. صباح النور لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك، تفضل. اليوم عطلة وحركة السير عم تكون طبيعية على مداخل العاصمة 3، وداخل العاصمة أيضا الإشارات تقاطعات المستديرات عم تكون الحركة طبيعية من دون أي عوائق للسير. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية، تسجل عندنا 10 حوادث نتج عنهم للأسف قتيلين، الأول بالهرمل بحادث صدم والثاني بجبيل بتصادم بين سيارتين، و13 جريح نتمنى له الشفاء العاجل. مخالفات السرعه الزائده الرادار بلغت 669 مخالفه سرعه زائده، اكيد عبر شاشتكم نتمنى على السائقين الالتزام بالسرعه المحدده على الطرقات وعدم تجاوزها، وضع حزام الامان وعدم التلهي بالهاتف اثناء القياده حفاظا على سلامته وتفاديا للحوادث. نحن على تواصل دائم مع المواطنين على الخط الساخن 17 20 لاطلاعهم على حركه السير وحاله الطرقات وايضا لتسجيل شكاويهم ومعالجتها. هذا كل شيء حتى الساعه. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.